وعليكم السلام. أسأل سؤال يقول هل يجوز نوي عمل لأبي وأنه حاول في العمل الصالح أو الانتفاع بالتعالى وجميع المسلمين؟ عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فمن الصدقة الجارية أن تجعل أبي صدقة جارية ما في مانع. أيضا من حديث سعد بن عبادة قال: إن أمه افتلتت ولو تركت الأوسط فماذا؟ فقال: اسق الماء لها. قال عليه الصلاة والسلام عند الطبراني في الصحيحة من حديث أنس قال: سبع يجل أجرها للميت في قبره بعد موته: بئرا حفره أو نهرا أجرا أو مصحفا ورثه أو نخلا غرسه أو مسجدا بناه أو ولدا صالحا يدعو له أو علما تركه. فلا مانع، والدعاء أفضل من كل هذا، الدعاء أفضل من كل هذا. أما يسمى بختم القرآن وهذا والأشياء هذه ليس الميت فيه حافظ، لأن الله يقول: أن ليس الإنسان إلا ما سعى. صلى الله عليه وسلم.